تحت إشراف إيراني، أقدم المتمردون الحوثيون على حفر أنفاق في العاصمة صنعاء لاستخدامها في تهريب الأسلحة، وذلك من خلال مقر السفارة الإيرانية. المزيد في سياق التقرير التالي. الانتهاكات والخروقات نهج وسمة رئيسية للمتمردين الحوثيين، ففي تحد صارخ للهدنة المتفق عليها في الحديدة بحسب اتفاق ستوكهولم، أقدم المتمردون الموالون لإيران على حفر شبكة أنفاق في العاصمة صنعاء بإشراف خبراء إيرانيين وآخرين تابعين لميليشيات حزب الله. شبكة الأنفاق تمتد من داخل مقر السفارة الإيرانية إلى جنوب العاصمة في حي الخمسين، وهو ما أكده السكان المقيمون قرب السفارة، وقالوا إنهم تابعوا خلال الآونة الأخيرة عمليات حفر مستمرة مع ملاحظة نقل مخلفات الحفر من داخل السفارة إلى خارجها، فيما أوضحت المصادر أن شبكة الأنفاق المذكورة يصل عمقها إلى 10 أمتار تحت الأرض. خروقات مستمرة ارتكبتها الميليشيات، وعلى رأسها الاستمرار في المتاجرة بجروح الشعب اليمني ومنع دخول المساعدات الإنسانية عبر ميناء الحديدة للوصول إلى مستحقيها، وهو ما أوضحه التحالف العربي في آخر تصريحات له، وأكد أن المسلحين ارتكبوا 20 خرقا خلال الساعات القليلة الماضية مع استمرار منع إدخال المساعدات للمدنيين. الانتهاكات المستمرة للحوثيين أثارت غضب الحكومة اليمنية والتحالف العربي، وهو ما دفعهما إلى توجيه رسالة إلى مجلس الأمن بشأن قصف الميليشيات للأحياء السكنية واستهداف المدنيين بجميع أنواع الأسلحة والصواريخ البالستية، فضلا عن عمليات إقامة الحواجز وحفر الخنادق في المدينة المطلة على البحر الأحمر. أفعال إجرامية تؤكد أن ميليشيات الحوثي عصابة إجرامية لا عهد لها ولا ميثاق ولا تعرف سوى لغة السلاح والدم.